بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لسلسلة المالتي ثريدنج، هنتكلم في الفيزا عن حاجة اسمها البي لينك، البارل لينك، عن طريق ان انا بضيف الفونكشن اللي هي از بارل. انا كده بحول اللينك كويري العادي اللي هو اوردر باي سيلكت فيرست ايا كان الكويري اللي فيه، انا عن طريق اضافة از بارل قبل الكويري انا كده بحول الكويري العادي ان هو يبدأ يشتغل بارل مش سيكونس. طيب هنبدأ نشوف الفانكشنز اللي بتقدمها لي بي لينك وازاي بنقدر نستخدمهم بكل مثال على حدة. طيب هنشوف بمثال مكتوب بالسي شارب كل الفانكشنز اللي بتقدمه البي لينك، بداية من as parallel with degree of parallelism as sequential as ordered as unordered with merge options with execution mode for all. لكن قبل ما نبدأ في المثال بالسي شارب، فكرة البي لينك ان انت بمجرد ما بتقول لي دوت از بارل انا ببدأ احول الكود اللي هو سيكونس بيشتغل بثريد واحد ان احاول اقسمه على اكتر من ثريد واحد اتنين تلاتة بايا كان عدد الثريدز اللي هيرن الكويري. فكده انا بحول الكويري العادي من سنجل ثريد الى مالتيبل ثريدز بيشتغل باكتر من ثريد، وبالطريقة دي بيديك ريزلت في وقت اسرع وبرفورمانس احسن. طيب هنحاول نعمل مثال نوضح بيه الفانكشنز اللي هي شغاله از بيرل من اللينكيو. فيلا بينا نعمل كوليكشن مثلا عن طريق استخدام انابل كلاس. طيب الكوليكشن دي بمجرد ما بقول له دوت از بيرل كده خلاص الكويري اللي جاي هيبدا يتنفذ بشكل مالتي ثريدد، بشكل ان انت هخلي لك اكتر من ثريد هو اللي ينفذ لك اللي انت عايزه. يعني لو انت كنت عايز تجمع تطرح ترتب تعمل اي فانكشن، اللي جاي بقى هبدا انفذه لك بشكل مالتي ثريدد. فتعالى كده نحاول نعمل فانكشن معينه عشان نبدا نبصيها للكويري دي، وليكن فانكشن ستاتيك ترجع انت تعمل شغل ياخد وقت شويه، فممكن نسميها لونج تايم كومبيوتنج. فور اي بتساوي صفر والاي اقل من رقم كبير وليكن رقم 100 مليون تقريبا. هيعمل ايه بقى؟ هياخد الاكس دي ويجمع عليها قيمة الاي، وفي النهاية هيرترن الاكس. طبعا انا اتعمدت اعمل كويري ياخد وقت طويل عشان نبدأ نشوف الموضوع هيبقى ماشي ازاي. طب عشان ابدا احسب برضو يعني مثلا هبدا انادي هنا مثلا دوت سيلكت وبصيله الفانكشن اللي انا عاملها تحت دي وبصيلها كل ايه كل عن طريق ان كل ايتم هيبدا يتبصل الفانكشن دي. طيب انا عايز دلوقتي ابدا اشوف التايم يعني كام ثانيه اخدت كام ثانيه عشان لما نشوف البارل دي هتاخد كام ثانيه او من غيرها ممكن تاخد كام ثانيه. فممكن نستخدم حاجه زي الستوب واتش. فعن طريق ستوب واتش دي هنا هيبدا يعد وبعد كده بقول له وقف، وبعدين هنبدا نشوف الموضوع ده اخد كام ملي سكند او اخد كام ثانيه. فانا ممكن اجي اعرض هنا بعد ما دي تخلص اقول له عرض لي الستوب واتش دي اخدت كام ثانيه. طيب انا عدلت في المثال شويه بقى، دلوقتي عندنا الستوب واتش بمجرد ما بيبدا ندخل في الكود بتبدا تعد، اعرف بس رينج من 0 ل 10 وبعد كده بقول له اشتغل از برر وبعمل سيلكت وبصيلها الفانكشن اللي تحت. الفانكشن تحت بتعمل ايه؟ بتاخد الرقم وبتلف من 1 ل 100 مليون وبتجمع الرقم على اللي هو على قيمته اللي رجع لك وترجعه لك مجموع. يعني سي مثلا لو البتاعة دي هتبقى 1000 مثلا، لو داخل لها 1 هتطلع 1000 هترتن 1000 بس لكل واحد من الكوليكشن دي. وهنا فور ايتش عادية، واتفقنا انه فور ايتش فار اندرسكور دي معناها انها يعمل لي اجنور للايتم اللي هو مش فور ايتش ايتم ان كذا، انا مش محتاج الايتم، مش هعمل عليه اي بروسيس، انا هلف بس. فهي هتلف على الارقام اللي هي موجوده في الكوليكشن دلوقتي من غير ما تعمل اي حاجه.
وهنا دلوقتي ستوب دوت واتش دوت ستوب، وقف بقى عد واطبع لي الموضوع ده اخد قد ايه. في اول مثال مثلا 547 ماشي، تاني مره 535 ماشي، تالت مره 549. اذا الافريج تايم بيلعب ما بين يعني تقريبا 540، ده في البرل اكسكيوشن. طب تعال نشيل بس الحته دي دوت اس برل كده، هيرجع يشتغل سنجل ثريد، ثريد واحد بس هو اللي هيعمل ده كله، ويلف وينادي كل فانكشن ويجمع وينتظر بدون اي نوع من انواع المالتي ثريدنج. فتعال كده نجرب من 540 2700، فواضح قوي فرق التوقيت 3100 2300، فواضح قوي فرق التوقيت لما اشتغل سنجل ثريد او مالتي ثريد. مالتي ثريد هيرجع الرقم ايه 540 570، ده كله اتعمل بس لما انا كتبت دوت اس برل. اس برل عملت ايه؟ خلت الكوري يبدا يشتغل مالتي ثريد، وان هي اشتغلت بقى شافت اي رقم من انواع من ارقام الثريدز اللي هي محتاجاها عشان تعمل الكلام ده، وكريتد ثريدز كتيره قوي تنفذ الكلام ده، بحيث ان هو يديها اقل وقت ممكن ينفذ الاوبريشن دي. طيب كده شفنا اس بارل. ايه بقى ويز ديجري اوف باراليزم؟ ويز ديجري اوف باراليزم بقى انا ببدا اقول لك انت ما تستخدمش عدد ثريدز اكتر من رقم معين. يعني لما اجي اقول له with degree of parallelism وهتاخد رقم وليكن 5، كده انا بقول له خلي بالك ما تستخدمش اكتر من 5 threads. ف with degree of parallelism دي بتاخد رقم integer، ده بيمثل الماكسيمم نمبر اوف threads اللي الكوري هيبدا يستخدمه. يعني بتست الماكسيمم نمبر اوف ثريدز للكويري ده. فانت لما تبدا تحط رقم معين كده انت بتجبره ان انت ما تستخدمش اكتر من رقم معين، 5 10 20 ايا كان الرقم اللي انت هتحطه هنا. فده الاستخدام بتاع ويز ديجري اوف باراليزم، ان انت بتحدد له الماكسيمم نمبر اوف ثريدز اللي الكويري ممكن يستخدمه. طب ايه السيكونشال دي؟ السيكونشال دلوقتي الكوري بتاعك شغال بارل، انت ممكن في لحظه من اللحظات تبقى عايزه يرجع يشتغل سيكونس ثريد واحد. يعني انت دلوقتي الحسبه دي شغاله بارل وبتاع ومش عارف ايه، فانا مثلا خلاص هنشيل الديجري دي، فبعد ما كلهم لفوا او اتباصوا الفانكشن سيلكت بالشكل بارل، انا عايز ارجعهم يشتغلوا سيكونشال دلوقتي، فبقول له اس سيكونشال، وبعد كده مثلا دوت ليست عايز ارجعكم او احطكم في ليست معينه. فكده ايه، بمجرد ما بيشوف السيكونشال الكومبايلر بيبدا يشتغل سنجل ثريد الثاني من هذه اللحظه. يعني اس برل خلاص بتعرفه ان الكوري هيبدا يشتغل برل، دوت سيلكت اتباصى كل الايتمز دي اللي اتباصت للفانكشن دي. حلو، بعد كده بمجرد ما بقول له السيكونشال خلاص كده ارجع اشتغل سنجل ثريد الثاني، انا خلاص مش عايز البرل في حاجه. بمجرد ان انت خلصت انا خلاص كده مش عايز البرل في حاجه، ارجع اشتغل لي السيكونشال. فالسيكونشال دي بتقول للكويري او بتقول للكومبايلر ان انا خلاص كده ابدا ارجع اشتغل لي السيكونشال، عايز مثلا اطبع دلوقتي. يعني دلوقتي مثلا لو بعد السيكونشال عايز تطبع، فانت مش عايز تخلي كل الثريدز ياكسسوا الكونسول عشان يطبعوا، لا هو ثريد واحد اللي يطبع لي مثلا. يعني طيب ايه از اوردر دي؟ از اوردر دي الداتا دلوقتي اتباصت للاز برر كويري وكله اشتغل بشكل عشوائي، فالداتا دلوقتي بقت عندي ممكن مثلا اول رقم في الرينج خلص اخر رقم في البروسيس. فانا لما اجي اقول له دوت ليست ممكن ايه يجيب لي الارقام بشكل عشوائي، بحيث اول انبوت رجع مثلا يعني اخر انبوت في الداتا اللي راجعه لي. لكن لما اقول له دوت از اوردر خلاص كده هو هيضمن ان الداتا هترجع لي بنفس الترتيب اللي هو اتباصى للفانكشن بمجرد ما اشتغل. يعني هو بمجرد ما اشتغل هنا كان 0 1 2 3 بهذا الترتيب. بعد ما اقول له دوت از اوردر خلاص هو هيكيب الاوردر بتاع الاري اللي دخلت للكويري ده، مش هيروح يرتبهم. يعني مش هيروح يرتب الاصغر ثم الاكبر 0 1 2 3، لا هو هيكيب الترتيب اللي الليسته دخلت بيه. يعني انت ممكن تكون مرتب الليسته بشكل ايه عكسي 10 9 8 7 8،
صفر تسعة ايا كان الترتيب اللي انت بدأت بيه الليستة، لما تقول له از اوردر هو هيكيب الترتيب ده او هيحافظ عليه، مش هيروح يرتبهم لك از اوردر يعني زي اوردر باي وكده، لا هو هيكيب الستيت اللي دخلت بيها الكوليكشن دي قبل ما يتعمل بروسيس. لكن لو ما حطيتش از اوردر دي فهو خلاص كده مش مفيش اي نوع من انواع ان يحافظ لك على الترتيب اللي دخلت بيه. هو اخد كوليكشن عباره عن شويه ايتمز عمل عليهم بروسيس باكتر من ثريد بشكل مركز لك ان هو يخلص لك الموضوع في اقل وقت ممكن بغض النظر عن ترتيب الايتمز. لكن لما اقول له از اوردر لا خلاص انا هرجعهم لك بنفس الترتيب اللي انت بصيتهم لي بيه. طيب زي ما في از اوردرد في برضو از ان اوردرد. ايه از ان اوردرد؟ انا لا انا بقول له خلاص ما انا مش محتاج الترتيب في حاجه، وحاول بس تركز ان انت تعمل لي الموضوع في اسرع وقت ممكن. طب انا مش انا لما بشيل دي هو اصلا شغال از ان اوردرد؟ ماشي هو شغال از ان اوردرد بس برضو مش بالطريقه لما تقول له انا از ان اوردرد. على الاقل اللي هيقرا الكويري فاهم ان الداتا دي مش مترتبه، وبرده الكومبايلر والالجوريزم لما بيشوف برده از ان اوردر بيحاول يوبتمايز الموضوع قدر المستطاع انه ما يبقاش اي في اي نوع من انواع الترتيب، ويحاول بس يركز ان الموضوع يطلع لك في اقل وقت ممكن. طيب شفنا از اوردرد واز ان اوردرد وذ ميرج اوبشن. ده الحقيقه هو واحد من ثلاثه اوبشنز، يعني لو رحنا للانوم دي هتلاقيها عبارة عن ثلاثة اوبشنز بعيدا عن الديفولت. يعني نوت بفرد، نوت بفرد بتعمل ايه؟ بمجرد ما الايتم يكون متاح انا خلاص هرجعه لك. يعني لو انت بتعرض مثلا في يو اي او بتعرض في لستة، بمجرد ما الثريد يخلص ويبصه لك انا جاهز، شوف عايز تعمل بيا ايه، عايز تعرضني ولا عايز تعمل بيا ايه. فولي بفرد لا انا مش هبصيلك ايتم غير لما كل الثريدز تخلص، يعني انا مش هقول لك انا الثريد الاولاني خلص والتاني لسه، لا انا هنتظر كل الثريدز تخلص. يعني لو جيت هنا وقلت له دوت فولي بفرد انا خلاص انا هنتظر مش هحط حاجه في الليسته دي غير لما كل الثريدز تخلص. طيب نوت بفرد لا انا الايتم اللي هيجي لي بمجرد ما هيبقى افيلبل هبصيه لك. يعني لو كان في كونسيومر بيقرا من الليسته دي كونسول مثلا ولا يو اي ولا اي حاجه، اول ما الثريد يبص انبوت يخلص هبصيل الليسته، فالتاني ايه يشوفه في الليسته على طول حتى لو كان في ثريدز لسه ما خلصت. فويز ميرج اوبشنز دي بتقول لك انت بقى عايز تبصي الداتا كلها مره واحده، ولا عايز اللي يوصل الاول ابصيه لك، ولا تسيب الموضوع ايه للاوتو بفرد اللي هو على حسب الالجوريزم شغال ازاي وهو بدماغه بقى يشوف افضل حاجه ممكنه. يعني انت ممكن تبص للموضوع ازاي؟ تبص له لو انت مثلا سباحه مثلا وفي ناس ايه سباحين اللي عايز يوصل اول عايزه ايه ياخد التايم، مثلا ياخد التايم ان هو وصل الساعه التوقيت كام كام كام، فكده انا بقول له ويز نو بفرد اللي يوصل اول سجل التايم اللي وصل بيه. لكن لو انت عايز تعرض حاجه او مثلا انت في امتحان وهتصحح أو ورق ناس فهتنتظر كل الطلاب يخلصوا حل، فكده انت ايه انت فول بفرد مش تقدر تحل حاجه غير لما كله يخلص. اوتو بقى بدماغك هتشوف هم هياخدوا وقت قد ايه في الحل، هل هيطولوا فانت ممكن تحل معاهم او تصحح معاهم بينما هم لسه ما خلصوش، ولا هيخلصوا بسرعه فانت ايه هتنتظرهم. فالموضوع ده بتشوف انت هل محتاج الداتا بمجرد ما توصل تعرضها او تبصيها الليسته، ولا هتنتظرها لحد ما تخلص. فده الفانكشن ولا فدي الفانكشن بتاعت ويز ميرج اوبشنز. ايه تاني ما اتكلمناش عنه؟ ويز اكسكيوشن مود. ويز اكسكيوشن مود، ويز اكسكيوشن مود بتاخد مود من اتنين اللي هو بارل اكسكيوشن مود. دي بتعمل ايه بقى؟ احنا اتفقنا ان انت بمجرد ما بتقول له دوت از بارل خلاص كده هو هيحاول يشتغل بارل. يعني ايه؟ يعني هو اول حاجه هيبص للكويري بتاعك، والله العظيم لقى ان البر الافضل له، لقى ان انت مثلا لما تشتغل البر هيبقى افضل لك لان البر ده بياخد اوفر هيد وثريدز وانا بشوف الثريد ده خلص ولا لا وبنتظر، ففي شويه تايم وفي شويه كومبلكس بيضيعوا. الالجوريزم لو شاف اللي انت بتعمله محتاج بر بيروح يعمله لك بر. الالجوريزم لو شاف ان الكود اللي انت كاتبه بمجرد ما بيشوف از بر دي، لو شاف الكود اللي انت كاتبه لو البتاعه دي مش موجوده، لو شاف الكود اللي انت كاتبه افضل له يشتغل سيكونس على انه يشتغل بارل مش هيشتغل بارل، رغم ان انت كاتب از بارل، بس از بارل هنا بتشتغل اللي هو ايه، والله انا هشوف
كالجوريزم اللي انت كاتبه ده احسن له يشتغل بارل ولا احسن له يشتغل سيكونس؟ لان انت الاوفر هيد بتاع الثريدز وان انت تتابعها وتنتظرها بياخد وقت طويل. لو هو شاف ان هو عشان يقدر يمانج الثريدز دي بياخد وقت طويل على انه يشتغل سيكونس، هيعمل اجنور للبتاع دي ويشتغل سيكونس، لان معظم الفانكشنز بتاعت اللينك سريعه اصلا، مش بتاخد وقت. لكن لما تيجي انت تقول له والله العظيم المود بتاعك الاكسكيوشن مود بتاعك فورس باراليزم، مالكش دعوه، هياخد وقت اطول، هياخد وقت، انت مالكش دعوه، انت اشتغل بر، انت بتديه كوماند ان هو يشتغل بر باي شكل من الاشكال حتى لو كان السيكونس بتاعه افضل له، لا اشتغل لي فورس باراليزم، اشتغل بر. طب لا انا هقول لك اشتغل الديفولت. الديفولت بقى اللي هو زي ما قلت لك، والله لازم لو شاف ان البرل افضل له هيشتغل برل، لو شاف ان السيكونس افضل له هيشتغل سيكونس. يعني لو رحنا للديسكريبشن بتاع الديفولت والفورس بارزم، بص هنا بيقول لك كيف الديفولت، بيقول لك بينما ان انت بتحط البتاع دي اف سكوير استراكشر اندكيت ويز سبيد اب از نوت لايكلي تو بي اوبتيند زين بي لينك ويل ايه ويل اكسكيوت ذا كويري از اوردينري لينك يو تو اوبجكت كويري. يعني لو شاف ان الكويري مش هيسرع حاجه ولا مش هيعمل حاجه، هيشغله لك كانه او بنفس الطريقه اللي بيشتغل بيها اللينكيو العادي مش البي لينك. لما تقول له ديفولت يعني هو هيشوف بدماغه وهي اناليسيس وهيشوف الكوري هياخد وقت اسرع ولا لا، وبناء عليه هيقرر لك اللي بيحصل. لكن لما تقول له فورس، لا خلاص مالكش دعوه، انت اكسكيوت بارزم بغض النظر عن الوقت اللي هو هياخده. طيب ايه تاني ممكن نتكلم عن ايه؟ اخر فانكشن اللي هي فور اول. فور اول بتشتغل بنفس الطريقه بتاعت فور ايتش وفور لوب اللي احنا شرحناهم في الفيديو السابق تقريبا. فور اول بتشتغل بنفس الطريقه بتاعت الفور لوب والفور ايتش، بس هناك بيبقى فيه اندكس او في كوليكشن يعني. اما هنا الموضوع بيبقى لازم ان انت عشان تناديه الفور اول، انا بعتمد ان انت مستخدم ازبر الاول، فانا لازم تستخدمني لما تكون بتشتغل بي لينك. طب انت فور اول بتعمل ايه؟ كل اللي بعمله ان انا بنادي لك بقى كل اكشن من دول في ثريد معين، بحيث اشغل لك الكود اللي انت هتكتبه هنا بشكل بارل يعني. طيب لو حاولنا نشوف برضو شوية اختلافات كده اللي احنا بصينا عليهم سريعا، بارل دوت فور وبارل دوت فور ايتش، ايه الفرق بينهم بين فور اول؟ الفور اول البارل دوت فور لازم بيبقى فيه رينج من صفر لكذا، المينيمم والماكسيمم، وتبقى اندكس بيزد، وانت عارف الاندكس بيبدأ من كام. الفور ايتش بتبقى محتاجه رينج او تبقى تعتبر يعني ايتم بيزد او كوليكشن بيزد، اما الفور اول بتبقى محتاجه بي لينك كويري، لازم تبقى دوت از بارل وبعد كده تبدأ تكتب فور اول. طيب احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو، وبالمناسبه السورس كود مرفوع على جيت هاب والسلايدز مرفوعه على جوجل درايف. قبل ما نقفل برضو السؤال سريع ممكن يجي في دماغ الناس، بما ان بقى البي لينك هي سريعه جدا وبتاع، ليه ما بقاش الديفولت، ليه ما بقاش الديفولت بتاع مايكروسوفت انه ما يشتغلوا از بارل بقى من غير ما نكتبها؟ الكلام ده ما بيتمش عشان خاطر اكتر من حاجه. اول حاجه ان اصلا معظم الفانكشنز بتاعت اللينك سريعه، يعني موست لينك تو اوبجكت كويرز اكسكيوت فيري كويكلي، معظم الفانكشنز اصلا سريعه وممكن البرر بالنسبه لها يضرها، يعني ممكن لما تروح تشغلها برر تاخد وقت اطول من الوقت الطبيعي بسبب الاوفر هيد بتاعت الثريدز والمانجمنت بتاع الثريدز. تاني حاجة ان البيهيفير بتاع البيلينك ممكن ما يديكش ريزلت كويسة لو انت مش بتكتب ثريد سيف، زي ما اتكلمنا عن اللوك في الفيديو التالت او الرابع، بيبقى عندك شيرد داتا، فبالتالي يعني الاس بارل مش دايما هي افضل حل، لازم انت تبقى فاهم انت بتعمل ايه وامتى تستخدمها.